هسلامة اجين باش نكملوا اي توا ام خمسة باش نكملوا دونك مع نفس التيماتيك اللي هي البيست اوف تاع 2021 اما توا الكتابات اللي بالفرنسي الفرنسي توا انا بيزارمون عم ناول ما قريتش برشا بالفرنسي بالحق كلكو ليفر معناها يعني بخلاف اللي اخترتهم الخمسه يكون فما زوز ولا ثلاثه قريت انا وياك عملنا هكا ديل ولا ليكيليبر انا ما قريتش برشا بالانجلي قريت خمسه كتب ولا اربع كتب بالانجلي هكا وانا قريت الاكثريه بالانجلي باهي دونك باش نبدا الكتاب الاولاني اللي هو كتاب احبه جدا اللي هو Le manuscrit inachevé de Franck Tilly. Parmi les objectifs نتاعي عملناه اللي هو اللي نكمل البيبليوغرافي نتاع تيلي ما كملتهاش اما جي لو كومان اسي دو ليفر ومنهم كتاب اللي نحب نقراه عندي مده اللي هو لو مانوسكري انشفي الكتاب الوغ لا معناها مانيش باش نحكي لكم على البلوت على خاطر ديما جو تروف اللي من المستحسن خاصة في لي تريلور من المستحسن اني تكتشفوها معناها وقت اللي تقراو اما جست باش نقول لكم اللي راهو اتس ا جريت بوك اشك فوا نقرا التيلي معناها ونقرا له حاجه طياره نقول ما ينجمش يكتب ولا يكون كتب قبل حاجه اقوى من هكا وقت اللي قريت لو مانوسكري انشفي ولي زينيغم اللي فيه واللي والبلوت تويست وكل شيء معناها اتس جريت معناها الاخر كلمه في الكتاب حتى ساعات وقت اللي كيخرج الكتاب اي الى في معناها هكا هايب كبيره اي على التفسير نتاع لافان اي على خاطر حتى كي كملت الكتاب تنجم بعد بمده تفيق لي انت ما فهمتش الكتاب وتاكل لو تويست في مخك هذاك اي دونك اقراو التيلي واقراو لو مانوسكري نجري توا انت توا انا اي احكي على الاخر نكمل في مره اوكي به بما انه خاطر هو يتسمى سيتون سويت والا فما اليان ما بيناتهم اللي هو انوتر ليفر نتاع التيلي ما عنديش الكوبي ان شاء الله في القريب تولي عنا اللي هو اللي تي دو فوا انا بعد ما قريت لو مانوسكري انشفي و اي واز معناها مايند بلوين بالكتاب قلت بالحق اي واز افريد معناها قلت يعني كيفاش باش نكتب حاجه معناها حتى فرد نيفو معناها دوك وقت بديت اللي تي دو فوا هكا كنت متخوفه معناها منه الكتاب الوغ لا الوغ لا ميك معناها اللي تي دو فوا انا عجبني اكثر حتى من مانوسكري طيارة على الاخر الكتاب معناها it's mind blowing الاخر ما نش عارفة حتى كيفاش نحكي عليه بالكتاب معناها it's mind blowing سورتو اللي هو ديجا لو مانوسكري انشفي اللي هو كتب طيارة يزيد يردو هكا طيارة اكثر يزيد يرفع من المستوى معناها على خاطر الليان اللي ما بيناتهم زاد الفكرة دو جيني الزح وبربي عملتك كتبت لي بالاندروم وحاولت تكسر راسك اللي حاجات هذوك عملت ضبعت انا ضبعت في الاخر ما طلعت شيء انا خدت عارفه روحي من الاول دونك جي با ايسي قلت باش ناكل الضربه كما هي بروت اما فما دي تويست محليهم كي تعرف لو ليان ما بيناتهم زوز ياسر 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 تيلي ايتا جيني بالحق دونك هذوما سيتي من زوز كتب هذوما من احسن الكتب بالفرنسي صحيت باه تو انت انا باش نبدا باه نبدا لا بروميس دو لوب دو رومان غاري اللي هو الكتاب هذا ديجا انا متفرجه في الفيلم باه نحكي لكم على الهيستوريك نتاع الكتاب هذا مشينا تفرجنا في الفيلم 3 سنين التالي دهر ولا اكثر باه عنده اكثر من 3 سنين الفيلم قبل كوفيد بياسر معناها تفرجنا فك الفيلم لا بروميس دو لوب في لانستيتو فرونسي مع اسامه زاده وشنو وحنا فك الفيلم وش هك حيار دونك انا قلت انا امل داير معناها امل بعدها
بالضبط مشيت شريت الكتاب وقلنا لازمنا نقراو الكتاب فهمت، اما جوست لازمنا ناخذ فتره نقاهه باش فيلم مش فيلم باش كي تقرا الكتاب معناها تبدا هكا بلوز او موان سافا لاباس. بعد اكثر من 3 سنين كليت نفس الضربه كليت نفس الوجيعة والغصة بغلافان خاطر هو الكتاب ياسر محليه من الأول هكا ياسر فيلين جود والعلاقة ما بينته ما بينت أمه ياسر فيزيونيل وياسر محليها وياسر محليهم، ومن بعد عرفت كلي باش تصير حكاية معناها وانت باش تتصدم في الأخر، لا يزي معناها انت باش تتصدم لا يزي باش تتصدم بالحزن ولا يزي هو معناها الأحاسيس اللي حسهم وكل تصوروا أنتم اهم كائن في حياتك وعلاقتك معاه كيفاش باش تحكي انت عليه معنا. قتلني قتلني شهدة المخلوق هذايا على لو مومون وانا نكمل في الكتاب حاولت انها باش تحاول انها تواسيني خلتني نبكي يرحم والديك خاطر ما ثانك يو انا اللي خلتني نبكي متاع نص ساعه متاع بكي بكي معناها هكا بالشاقه نبكي. لا بروميس دو لوب كتاب ياسر مزيان ياسر بويتيك، لا رولاسيون افيك سا مير لا رولاسيون افيك لا مير لا مير البحر معناها انا الكتاب هذاك تلمو ات واز جود بالحق هذيا معناها من ديجا لو سول معناها تلمو ات واز جود تلمو ات واز ايموشنال ما نجمش كامل نقراه يعني انا مسلسا نقص على كتاب خاطر ما يعجبنيش هذيا اول مره خاطر انا وقتها الكتاب بديت نقرا فيه من قبل ما تفرجنا في الفيلم وقريت فيه راني بالقديم يعني بريسك شطر ولا حاجه ما نجمتش نكمله وكي زدت تفرجت في الفيلم وتحطمت بالفيلم قلت ليه لازمني 10 سنين معناها باش نرجع له الكتاب هذا ما مشيتش مشيت شريت الكوبي معناها خاطر حسيت اللي لازم تبدا عندي الله يرحم والديك عايشك مره اخرى الكتاب بما اني حكيت ياسر ايموشنز وما الكتاب اوتوبيوغرافيك يحكي على حياة رومان غاري دو لانفونس نتاعو و افيك معناها لا ريلاسيون افيك سا مير وهو معناها التطور نتاعو از هيومن بين شنو ولا شنو كان يحب يكون الطموحات نتاعو فيرسوس الطموحات نتاع امه شكون غلب طموحات ولا طموحات امه معناها مش هو ولا امه ياسر ياسر محلي معناها نعرف اللي هي جملة ما هيش مفيدة ياسر أما هذيك أكثر حاجة نجم نقولها طبعا والله باه أنا توا خلي لك الكلمة عايشك باه دونك الكتاب اللي بعد هو باور دو ميكائيل مونسيون هذايا سيتي اون ريكومونداسيون من عند سحر ليفغ موموا سحروشة صديقتنا هي تحب كتبت ميكائيل مونسيون جينيرال وحكيت لنا على باور وانا من وقتها وانا في مخي الكتاب وقت اللي جي تروفي اون كوبي في مكتبه موني خديتها قلت فوالا سي المومون اللي باش نقراه وما كنتش متصوره اللي اي واز جوينغ تو انجوي ذس ماتش الكتاب انا الحقيقه خاطر نعرف اللي ميكائيل مونسيون هو سي ان اوتور فرونسي والحقيقه ما كانش كنت ماشي في بالي معناها اللي باش تكون حاجه عندها علاقه بفرنسا والا ان ثريلر خاطر انا كي قريت الكتاب راني ما عندي حتى فكره على البلوت نتاعو دوكو تفاجات بالتيماتيك اللي فيه على خاطر هو يحكي على ذي بلاك بانثرز اللي هو معناها منظمه توجدت في امريكا في اخر الخمسينات الستينات اتسيتيرا واللي هي ضد العنصريه معناها اللي قاعدين يعيشوا فيها لي نوار معناها لي بيرسون دو كولور في امريكا هو باش يحكي لنا معناها على كيفاش باش يبدا من الاول على لو مورتر ولا الاساسينا نتاع مالكوم اكس اللي هو تنجم تقول الاب الروحي نتاع لورغانيزاسيون هذيا هذاك لو مومون ديكلونشور في الحكايه وبعد باش نتعرفوا على لي بيرسوناج اللي هما كي فون فوندي البلاك بانثر وباش نتبعوا معاهم معناها البدايه والنهايه معناها نتاع لورغانيزاسيون هذيا معناها اول حاجه تعرفت على اون بارتي دو ليستوار نتاع امريكا اللي انا ما عندي عليها حتى فكره وتعرفت على انوتور ياسر محليه وتعرفت على اون بلوم ياسر مزيانه اللي انا نحب اكيد نقرا لها مره اخرى
دونك فوالا هذه سيتي باور دونك ثانك يو سحروشة اجين اند اجين باهي على نفس التيماتيك خاطر انا الفيلم هذايا عجبني على الاخر اللي هو جوداس اند ذا بلاك مسايا اللي هو تحفون على الاخر ويحكي على نفس التيماتيك معناها اقراوا الكتاب كان تحبوا كان تحبوا تفرجوا في الفيلم انا ديجا لازم نتفرج فيه مان باهي اللي هو خرج عام ناول لا قلت عام ناول انا عم ناول عام مفسخ اي 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 ولا هو 2020 مفسخ الله اعلم المفيد عندي جاب نتاع ما نعرفش وين مشيت باهي الاختيار نتاعي الثاني هو لا غوتوس ديكلر نسيت اسم لوتريس نقول لكم باهي تفكر سانتورينو ما تفكرش لا سانتورينو روزيلا اي بوستورينو بوستورينو سانتورينو سانتوريني بلاصه ماي جاد تمشي ان شاء الله بعد البهامس بيسقلي بعد الباك بعد البهامس اوكي كلهم تخي انا مش خليته الباك اما يزي على اناف ويعد ياخذوا مره يزي باهي لا غوتوس ديت لور دو روزيلا قلنا روزيلا روزيلا بوستورينو الكتاب هذايا سيتي اون ريكومونداسيون تاع صديقتنا ايمان ايمان ريدينغ بوكس ويز ايمان وملي هبطت الريفيو نتاعها ملي تقرا فيه معناها وهي تقول لي قداش عجبها الكتاب وانا نقول زعما نقرا خاطر وقتها اللي في ان ريدينغ تشالنج اللي هو نقرا وكتب كتبيلهم انسى يا اخي كي هبطت الريفيو سي بون معناها مشيت حليت الكتاب وبديت نقرا الكتاب على شنو يحكي اسمه معناها هكا واضح على اون غوتوس ديتلر دونك يحكي على الفتره هذه كانت الحرب العالميه الثانيه وقت اللي كان في المانيا النازيه معناها وقت اللي هتلر شدد الحكم ويحكي على النساء هذوما اترافير النساء هذوما معناها اترافير لي غوتوز اللي هما يذوقوا الماكله قبل ما ياكلها هتلر باش كان طلعت مسمومه يموتوا هما وهو يمنع تعرفنا على حاجات في وسط الحرب العالميه الثانيه معناها فاكتس في وسط الحرب العالميه الثانيه وتعرفنا على اون هيستوار دامور هي المزيانه ما بينات اون غوتوز وما بين لو بيرسوناج برينسيبال وما بينات ان سولدا اللي هما لازم ما يكونش ما بيناتهم حتى كونتاكت معناها ان سولدا نازي مش دو لوتر كون الكتاب قد ما نحكي قديشو مكتوب بالمزيان قديشو منظم او ميم طون فلويد معناها وقديشها اللي تي بويتيس معناها في الفلويديتي هذيك خاطر الما امبرسيوني كيفاش تبدا معناها تمشي هكا اوسي ما بينات الماضي والحاضر تبدا تحكي لك في حكايه توا ومن بعديك تشم ريحه وتقول لك الريحه هذيك من غير ما تقول لك اللي تفكرها في فلان تقول لك ريحه خويا اللي هو عام كذا كان كذا وعمل لي كذا واترافير الحاجات هذوما ليسونس نتاعها هي احنا نتعرفوا على لو باسي نتاعها هي السفامي العبد اللي تحبهم شنو صار فيهم معناها à cause de la guerre هذيا كيفاش le destin ولا la destinée نتاع tout membre de la famille هذيا هكا a été bouleversé هي بيدها كيفاش بعدت على راجلها كتاب ياسر ياسر مكتوب بالمزيان وخذا ان بري معناها ننصحكم باش تقراوه والكتاب ياسر فيه دي نوسيون نتاع يفكرونا في لومانيتي نتاعنا معناها كيفاش لامور في وسط فيرسوس لا غير كيفاش الخيوبيه الكل فيرسوس معناها الجمال الكل دونك بالحق سيتي اون ليكتور ميرفيوس ميرسي ايمان انكور اون فوا زاد باهي انا توا انت انا توا باش نقول ميرسي دره على خاطر الكتاب اللي حكي باش نحكي عليه توا هو سيتي اون ريكومونداسيون من عند دره وهي قرات قبل وحكيت عليه هو باهي جوست غنقول شنو الكتاب هو بون هو كتاب صغرو نوفيلا فوالا اسمها مورفين نتاع ميكائيل بولغاكوف
الكتاب هذايا اول مره نسمع عليه في حياتي كان وقت اللي درا حكيت عليه في الفيديو اللي في السيري نتاعها في سون كونت انستغرام بليز فولو هير خاطر عندها ان سيري ياسر محلاها اسمها باسيون ستاند باي حتى مسالش مسالش دوت دوت الدولاب القديم محلاه وجديد تو يجي ان شاء الله. حكيت على مورفين في نفس الفيديو حكيت على ديكسيون على خاطر هي في السيري هذيا ديما تجمع معناها نوسيون سيانتيفيك مع كتاب. دونك انا وقت تعرفت عليه وقلت باش نقراه كي جاي الريدينغ تشالنج نتاع 7 جور 7 ليفر عملته درا وقتها وايمان. الكتاب قلت باش نقرا الكتاب هذايا معناها بما انه صغير في النهار. الحق معناها it was intense على الاخر. قريته في ساعة معناها وقتها سهرت ما نجمش نرقد قريته على فرد جنب وقعدت نهار كامل مرهوجة من بعد معناها من الانتنسيتي نتاع الكتاب. هو هذايا سيت اون لتر اللي لو بيرسوناج اللي باش يحكي من الاول فا ريسيفوار اون لتر اللي احنا من بعد باش نقراوها في الكتاب من ان كوليغ هو كان يعرفه. هو هذايا سيت ان ميدسان اللي هو وقتها يخدم في بلاصة معناها مطرفة في روسيا في الخلية كل ترلي معناها ووصلته معناها مش الرسالة. هو وقتها جاوها اون اورجونس وقالوا له راهو فوتخامي طلبك معناها خاطر هو باش يموت وقتها معناها كان على فراش الموت وبعد هو باش يقرا الرسالة نتاعو. والرسالة عندها علاقة بيان سور بالمورفين باش تكون حاجة تري 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 انتنس. دونك هذيا كان من احسن القراءات. اكتشفت ميكايل بولغاكوف واكتشفت جيم بلوم ياسر مزيانه و ثانك يو اجين معلي تحب خاطر انا بديت نقرا في ذا ماستر اند مارغريتا وقصيت عليه نعمل عندي في اي احنا نقراو سنين معناها ذا ماستر اند مارغريتا. اوكي بينكي تشالنج به كمل لنا انت به الكتاب الثالث توصلنا هو ان جنتلمان ا موسكو. اسمي لي سكريفان مخي انا بدي ولا كسكيس اللي هو نتاع امور تويلز اللي هو كاتب امريكي. الكتاب هذايا جي وقت اللي انا اي نيدد بلاصه ملجا فهمت اكلي انت تستحق في النهار في اخر النهار بلوتو انك انت تنسى هالعالم هذا الكل وتمشي في فتره اخرى في فتره زمنيه اخرى لحسن حظي كانت فتره زمنيه انا نحبها على الاخر في بلاصه انا نحبها على الاخر مع عبيد انا كنت نتمنى اني نكون عايش معاهم عليه. يحكي الكتاب على ان جنتلمان يعني واحد من الاكونت هو اللي هو الكسندر نسيت لقبه اما معناها هذا الاكونت هذا الكسندر اللي هو باش اللي هو ما عادش نجم يرجع لبلاده اللي هو قاعد في اوتيل معناها فخم في جنيف في سويسرا ويحكي لنا معناها على لو كوتيديان نتاعو هو ويحكي لنا انتخوتر على لو باسي نتاعو هو كيفاش صارت اكل نكسه نتاع لا بيريود هذيك الكل اللي هو معناها يقدسها وي هكا حطها معناها كيما ام ميت معناها ويخزر لها افيك بوكو دو نوستالجي. انا زيد دايور نخزر لها افيك بوكو دو نوستالجي و جوست الكتاب is enchantant ولا enchanting ولا ما لقيتش كلمة معناها اللي انت تبدا تقرا ابلوي جوست كانك مسحور معناها هكاك انا نحب على الاخر اكل مش نحب كيفاش يقولوا هما نسيت اسمهم اكل القوانين ولا شنو شو اسمه لي لوا مش لوا اكل الحاجات اللي يعملوها مثلا كيفاش تاكل كيفاش ليتيكيت فوالا لي دكري معناها مش دون لو سونس اتيكيت اما نحب اكل جنتلمان نحب اكل تعرف كيفاش تحكي هكا فما دي مانيير والكل
وجي تخوفي ساعة معناها غادي كان لي حسن حظي ولي سوء حظي منيش نقطة في العالم هذي معناها دونك كيف كيف زيدا جو بونس اللي الكتاب ما تيتوش حقه كيفاش حكيت عليه اما اتوز حاجة بالحق هكا تحس ساتش ريليف وانت تقرا فيه وتحس ساتش فويد كي تكملو خلى عليا بلاصة مش نورمال حتى اذا كان ما حكيتش عليه بالكدي ختام مهم مسك هاي باي دونك انا باش نكمل الكتاب الاخر وبعد انت يقعد لك زوز خاطر انا حكيت من الاول على زوز مع بعضها باي باي حسيت روحي كبستك that's not the point معناه باي الكتاب الاخراني اللي اخترته هو لو تيور انتيم دو كلير فافون انا ديما نلاحظ على روحي معناها اللي ما نقراش ياسر كتب دي بلوم فيميني ماهوش معناها فيفوريتيزم ولا حاجه اما هكاكا معناها نلقى روحي نختار كتاب يطلع لوتور راجل وهذه حاجه اللي انا نحب معناها ننقص في الجاب هذيك دونك عامله ولصار ان تشالنج اللي هو في دوليغ معناها في سبتمبر وقتها سبتمبر او فيمينا سبتمبر او فيمينا فوالا اللي هو تشالنج عملته دره نقراو فيه دي بلوم فيمينين ياخي انا قريت لو تيوار انتيم تاع كلير فافون اللي هي اوتريس تكتب اوتريس فرانسيز تكتب دي ثريلر وانا عندي مده نحب نقرا لها الكتاب كملته في نهار نهار ونص ما نجمتش نسيبه وكان فيه معناها انا نحب لي ثريلر اللي هم مش موجودين برشا بون انا ما قريتش منهم برشا ما نعرفش اذا كان موجودين ولا اللي هو يبدا يحكي لك من وجهه نظر لو بسيكوبات ولا لو مختري ولا دونك انت تبدا تسمع في افكاره تبدا تسمع في الجوج ما نتاعو تبدا عايش معاه دونك الكتاب معناها اتواز كيفاش نقول سيتي ديرونجون على خاطر كان فما كوتي كريبي خاطر هو اللي تي معناها عنده اون اوبسيسيون بالبيرسوناج برينسيبال الطفله اما يخوفك على خاطر تحسها حاجه تري كومون تنجم تصير فاسيلمون مع اي انسان على خاطر هو انسان عادي فهمت اما كيفاش مكتوبه ياسر محليك السفيتش اللي كتب معاش نجم تسيبه دونك سيتي اون ديكوفيرت كلير فافون نحب نقرا لها حاجات اخرين نحب نكمل لا سويت على خاطر طلعت مسقا le tueur d'ombre ظهر لي اسمه الكتاب الثاني je l'ai déjà téléchargé معناها الاوديوبوك دونك باش نقراها على قريب فوالا هذا سيتي لو dernier livre en français pour moi yay قعدت انا تو هو احنا قلنا اللي هو ما فهمش نظام معناها اما انا وقتها كي تعدينا مع وليد في شو اسمه هو السهريه نتاع بوك سبيس ما نعرفش كيفاش كان اسمها معناها سواري بوك سبيس معناها اللي حصرنا كان لازمنا نختاروا كتاب واحد اللي حاجه صعيبه على الاخر معناها الاختيار كان على سا دو ستيفن كينغ خاطر قد ماني باش نحكي ماني باش نقول لكم قداش جي ادوري سيت ليكتور قداش الكتاب شربني انا معناها مش العكس الكتاب كلاني مش انا معناها قريت الكتاب شعرها خسرناها الطفله والله كانت مش باش ترجع للعالم الواقع معناها بالحق انا ديجا مش متاكده اللي هي رجعت اما بالحق اتمنى من كل قلبي اني نعيش في داري اقسم بالله unpopular opinion عبد هربه معناها مقطع من داري انا نحب نعيش في داري خاطر تلمون عجبني الكتاب به نحكي لكم تاعو على سر احنا باش نتبعوا حكايه سبع خشاشر سبع اطفال صغار اللي هما عايشين في بلاصه عجبتني خشاشر بعد اطفال صغار عايشين في بلاصه اسمها داري هذيا هي مكان ايماجينير موجود هو موجود سامحوني كونكريتمون في الحاجه اللي في وسط راس ستيفن كينغ مش مخ عادي لا ما ينجمش يكون مخ عادي معناها وهكا ودي سينابس ودي نورون امبوسيبل حاسيلو داري موجوده في وسط مخ ستيفن كينغ وداري هذيا بلاصه اللي ياسر كريبي معناها يصيروا فيها حاجات
très étrange. Des meurtres, voilà, blasa, voilà, malon. Siru fiha des meurtres, surtout des meurtres nta chichr sghar, des disparitions, kawarth tabi'iya, kawarth insaniya. Donc ahna باش نتبعوا حكايه من الاول باش نبداو بحكايه اسمها طفل بيل 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 وخوه جورجي اي ومن الحكايه هذه باش نبداو نكتشفوا شنية هي هذيا الحاجه اللي هي ايت اللي هي الشيء اللي هي سا اللي خلت ديري ملعونه شنو الحاجه اللي تخوف فيها سي كوا جوستمون سي كوا ايت باش نقعدوا نتبعوا في الحكايه هذيا في مانا باش نعرفوا شنو ايت كان في بعد الوسط بشويه معنا اي بشويه معنا نقعدوا نتعرفوا على دي كوتي من ايت للي في الاخر بالكل نفهموا هي هي شنو الحاجه المزينه في الكتاب اللي احنا باش نتبعوا حكايه الاطفال الصغار هذوما وباش نتبعوا حكايتهم كي يوليو كبار خاطر الحكايه مقسومه اون فيت على دو اكس دو طون وهما صغار ومن بعد كي كبروا وباش يرجعوا لدير هما ان سيغتان مومون غادروا ديري لي تيماتيك المطروحه في الكتاب والعباد اللي ديما يقول لك اللي كتبها فانتاستيك ولا ثريلر ودرا شنو ما فيهم حتى شيء يصلح ما فيهمش معناها قضاء فاك يو صدق فاك يو بيبل اجري ولا لا اي اجري كيف بدهم معناها كان يو دونت انا نجم نسحب الكلمة ليه ليه ما تسحبيش اي جري فاك يو خاطر هذا كتاب من اكثر الكتبات اللي اثرت فيا كي تعلخر في الكتاب معناها بكيت من ليزيموسيون الكتاب بيخوف احنا متفاهمين وانا جادور لوغور ما علاش نقراو فيه احنا معناها باغ كونتر الحاجه اللي ما كنتش نستنى فيها انه باش يكون ياسر ايموفون بالطريقه هذيا الكتاب بيحكي على الامور كتاب بيحكي على لاميتي كتاب بيحكي على لي ساكريفيس كتاب بيحكي على الوعود وعلى فكرني في احد الاصدقاء والجمال الزمن الجميل والفريدو دونك واكثر اكثر فكره عجبتني معناها بخلاف الصراع الابدي الازلي ما بينات لو مال ولو بيان اصلا لوريجين نتاع لو مال ولوريجين دو بيان اللي هما حاجات فيلوزوفيك معناها انا نعتبرهم مطروحه في الكتاب ومبسطه في الكتاب واكثر اكثر اكثر حاجه عجبتني اللي هو حيا فيا لونفان او موان خاطر ان سيغتان مومون حسيتو مشي غادر هذا ما نعرفش وينو معناها وانا جادور لونفان او موان انا ما نجم نعيش وكلنا راه ما نجمو نعيش ونكونو ايبانوي الا اذا كان لونفان او نو اي لا على الاقل موجود هكا شويه معناها دونك الكتاب خاطب فيا سورتو هذاك معناها كيفاش اللي لونفان ليماجيناسيون دو لونفان كيفاش هذيك القوه الكل تكمن في الافكار نتاعك في مخك وقت اللي فكره ولا سيتواسيون تخمم فيها وتمن بها ال va se réaliser معناها اقراو ايت بليز وباش تكون فما فيديو اخرى وباش نمرشكم انا وامل بايت اي عبر الزمان واللي تحبوا انتوما بالحق خاطر اكلها بيد قلبها معبي وفما برشا عمق في الشخصيات خاطر فما واحده سالتني قالت لي اسكو فما عمق في الشخصيات وانا لا اوف كورس فما برشا عمق في الشخصيات ستيفن كينج معناها اختي ايوا من عظيم الى عظيم توا سو اكسايتد شويه توا هذا الكتاب اللي قفلت به العام وجي هكا كلوتوري لاني en beauté, en rêverie, manéha. Ben, كتاب هذايا la fin des temps de Haruki Murakami. اللي هو c'est un cadeau manéha. It's a gift من عند بولبول اللي أنا وأمل. أنا كنت باش نقرأ على نفسي آخر العام. شنو كنت أنا؟ هذا كتاب مرشتكم به. لي فرير كارامازوف دو دوستويفسكي قلت نحب انا نكمل العام بكتاب تاع دوستويفسكي نحب كل عوايم نقرا له يا اخي وقتها نقرا في لو كري وفي اخر الكتاب ديما يحكي يقول لا فان دي طون لا فان دو مون حسيته يقول
برا امشي اقرا لفان دي طون. يا اخي حاسيلو صورت الكتاب لافخاز معناها في الكتاب البلبل، قلت لها زعما نمشي نقرا يا اخي اكيد يعني انا ماشي نسال في لوب باش تقول لي ليه. يا اخي حاسيلو قريت والحمد لله زاد بالحق، ديما كتاب يجي في وقته. هو الكتب الكل انا بالنسبه لي اغلب الكتب تجي في وقتها معناها لاسباب اجهلها الحق. كيفاش باش نحكي عليه انا الكتاب هذا به؟ قول لنا ام واش نحكي. احنا اي لهنا لي شابيتر مقسمين اونتر زوز بلايص. عندنا بي دي ميرفي سون ميرسي وعندنا لا فان دو مونت. احنا باش نفهموا من الاول اللي هو il s'agit du même personnage في لي دو مونت. هو بيدو الانسان اما فما فوارق معناها في البلاصه اللي هو موجود فيها لي بيرسوناج اللي يتعامل معاهم او ميم طون فما ديسيميليتود. معناها احنا باش نقعدوا برشا معناها هو الكتاب كبير يعني مش كبير برشا 700 ولا قداش صفحه 688 صفحه برسك حتىش ل 500. احنا ما نعرفوش شنو لو ليان ما بين اسكي ليان ليان انتر لي دو مونت اسكو هو بيدو لو بيرسوناج ولا لا. معناها نقعدوا ديما نتسالوا في الاسئله هذوما. و لو شابيتر اللي تعرف فيه لو ليان اللي هو شابيتر 25 زيد افي باش يقعد في مخي حاجه دو جيني. معناها انا نعتبر نفسي قريت شويه كتب المراكمي اما الفكره نتاع الكتاب حاجه دو جيني. ليكسبليكاسيون لا سيونس اللي موجوده في الكتاب معناها في برشا بسيكولوجي في برشا نورولوجي الكتاب حاجه دو جيني. دونك احنا عايشين في انتر دو مونت لي دو سون اترانج راهو. الكتاب يحكي برشا اذا كان باش نحكي على لي تيماتيك يحكي برشا على لي ريف لو كونسيون لا كونسيونس معناها لانكونسيون و لا ميموار لو طون الحاجات هذوما معناها اللي هما ما بيناتهم ان ليان هكا يسر قريب. والحكايه كيفاش حكاها لنا موراكامي وكيفاش انترودوي الحاجات افيك فاسيليتي اللي انت تتقبل منه فاسيلمون موراكامي اي فكره مهما كانت غريبه عجيبه. انت ما تنجم كان تو ابروف مش حتى تو ابروف تو ادمير وانت تقرا. ما نحبش نحرق الكتاب ما نحبش نحرق حد شيء في الكتاب بالحق معناها لي بيرسوناج مش باش نحكي عليهم. وكل بيرسوناج حكايه كل بيرسوناج حكايه بيرسوناج نتاع لومبر حب 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 معناها هكا. هو فما برشا ابسورديتي في الكتاب لقيت برشا دي ليان مع لا فيلوسوفي دالبير كامو كو جادور تعرفوا لي انا جو لادور ولي ليان زيد جي ادوري لي ليان هذوما سورتو معناها لا فيلوسوفي معناها العامه نتاعو كيفاش لو موند اي ابسورد لو موند خايب انا غالب معناها هذاك هو قدر الانسانيه. لكن يلفو تروفي سا باسيون يلفو تروفي الحاجات لي بتي بليزير انت تكبش فيهم بيديك وساقيك معناها و تو في وكا يلفو ايمي لا في هاو هذايا الكتاب معناها. يعطيك الصحة كملنا الكتب بنت الكتب كملنا انا ما بكيتش الحمد لله تطفي روحها بالسيف هذا موزا كاو ملا سي يو نيكست تايم وقت اللي نحكيو على الانجليش بوكس وباي باي باي باي.